بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، صدق الله العلي العظيم. يا أبناء شعب العراق الكرام، يا أبناءنا وإخواننا في قواتنا المسلحة وجيشنا العراقي الأغر، يا أبطال قواتنا الأمنية المشتركة بكل مسمياتها، يمر العام الثاني بعد المائة على تأسيس جيشنا العراقي البطل، ذراع الدولة ورمز استقلالها وحامي سارية العراق الخفاقة وموضع ثقة الأمة وجدارها الساند ومحل افتخار أبناء شعبنا جميعاً منذ تأسيس فوجه الأول موسى الكاظم في السادس من كانون الثاني عام 1921. تمر هذه الذكرى اليوم ونحن في نعمة الاستقرار الراسخ المعزز الذي لم يتحقق إلا بتضحيات جسام ودماء غالية قدمها جيشنا إلى جانب كل القوات المسلحة الوطنية بكل صنوفها. لقد مر جيشنا العراقي خلال سنوات عمره المديد بتحديات ومنعطفات حاولت كسر إرادته بالضد منه وجربت أن تسيء لتاريخه المشرف، لكنه اختار الوقوف إلى جانب الشعب دائما وإلى جانب قضايا الأمة العادلة ودافع عن استقلال العراق، بل وساهم في حماية الأرض العربية في ميادين مختلفة، وأقسم جنده على إبقاء الواجب المقدس فوق كل اعتبار. وواصل جيشنا مسيرته ليؤمن السيادة الكاملة ويقف مع الدستور والعملية الديمقراطية وبناء العراق الجديد، العراق الذي نهض من رماد حرائق الدكتاتورية وحروبها ومغامراتها، ووقف يحمي جسد العراق شعباً وأرضاً بوجه برابرة العصر، الإرهاب الأعمى والشر المطلق المتمثل بداعش المندحرة. لقد سجلت قواتنا المسلحة وجيشنا الباسل عبر النصر على الإرهاب واستعادة أرضنا شبراً شبراً ملحمة قل نظيرها في التاريخ، وحق أن نستذكر دماء الشهداء شيبا وشبابا وهم يهرعون غير آبهين للموت حين عز عليهم وطنهم في لحظة تاريخية فارقة صنعت المستقبل وبيضت وجه العراق وقواته المسلحة واستجابت لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها الإمام السيستاني دام ظله، تلك الفتوى التاريخية التي حفظت للوطن مقدساته ومواطنيه بكل تنوعهم على امتداد أرضه. هذا هو العراق الجديد. أيها العراقيون الكرام، نحتفي ونحتفل اليوم بتخرج الدورة 111 في الكلية العسكرية الأولى مصنع الأبطال لتتزامن مع ذكرى تأسيس الجيش. نحتفل والعراق معافى بكم، وما زالت المسؤولية كبيرة في البناء والإعمار، مثلما يتحتم علينا المضي بتطوير قدراتنا الأمنية والعسكرية لتعزيز السيادة والاستقلال والاعتماد التام على قواتنا وشعبنا ومشاركة العالم في حماية الأمن الدولي والسلام العالمي. ومن هنا نجدد عزمنا على بناء جيش قوي هدفه الأول خدمة الشعب وحماية السيادة الوطنية. إن العراق الجديد هو رسالة سلام وأمن وتعاون وشراكة ومشاركة مع كل قوى الخير والسلام بالعالم. ولقد طويت تلك الفترة السوداء التي عاثت بالعراق والمنطقة خراباً ودماراً. لقد آلت حكومتنا على نفسها في برنامجها الحكومي أن ترفع من قدرات جيشنا وأن تعمل على التطوير التكنولوجي
والميداني لأسلحتنا القتالية وإشراك القادة والضباط والمراتب في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية ورفع إمكانيات التحرك والانتشار ومسك الأرض وصد العدوان. كل هذا لأننا نؤمن أن قواتنا المسلحة هي عماد الاستقلال الراسخ، وهي الحامل الحقيقي للقرار الوطني. كما وجهنا بالاهتمام بالدماء الشابة التي ستقود عجلة المستقبل لهذه المؤسسة، وحرصنا على أن تتم تلبثتهم وتدريبهم على يد معلمين أكفاء في المؤسسة العسكرية. واليوم نشهد حفل تخرج هذه الدورة المباركة التي سترفد المؤسسة العسكرية بضباط شجعان نطمح منهم أن يكونوا على قدر المسؤولية التي ستوكل لهم، وأن يكونوا من وارثي البطولة والموقف. بكم تزداد الدولة بمؤسساتها مناعة وقوة، وتمضي كلمة القضاء وفق القانون وإرادته، مثلما تتعزز قدرة الأجهزة التنفيذية على تقديم الخدمات. إن هذه المناسبة تدعونا إلى التأكيد على أهمية التلاحم بين قواتنا المسلحة والمواطنين الذين كانوا سنداً وظهيراً صلباً لقواتهم المسلحة في الدفاع عن العراق وأمنه وحريته. وفي الختام أتقدم إلى أبناء شعبنا العظيم وإلى أبطال الجيش العراقي من القادة والضباط والمراتب بالتهنئة المباركة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس جيشنا، وأقف اليوم وقفة إجلال عرفان لشهدائنا الأبرار قرابين حريتنا واستقلالنا وسيادتنا. تحية احترام وتقدير للرجال الذين وقفوا دائماً للدفاع عن شعبهم في قواتنا المسلحة، والمجد والرفعة لشهداء العراق عنوان فخرنا وعماد حياتنا الآمنة، والشفاء العاجل لجرحى قواتنا الأبطال. كل عام وجيشنا وشعبنا بخير، كل عام والعراق القوي المقتدر المستقل الراسخ بخير ومنع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.